السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بألف خير. تعرفوا يا جماعة انه بالعيد غير انه الناس بتضحي وغير انها بتطلع بتطش، في اشي اسمه افلام العيد، هذا اللي بنزل حصريا، اللي بنزل بكسر الدنيا. شايفين هذا كلياته؟ انا جاي عشان حطمه وكسره حصريا وفقط عند ابو سروال. راح نكون معكم بالعيد باحلى واجمل فيديوهات تسليكية بتخزي، بس راح نكسر الدنيا، فخليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. كيف العيد؟ كويس صح؟ طب مالكم زعلانين هيك مكشرين؟ تقول ما حدا عيدكم. شوف يا صديقي أقول لك، يعني أنتوا الأيام هاي إذا كنت بتتعيد فأنت قاعد تتعيد مبالغ طائلة، إحنا كنا نتعيد ربع نيرة، هذا إذا بعدك بتتعيد. المهم يا جماعة، اليوم جايب لكم مقطع مش عارف شو صراحة، مقطع بضحك خلينا نقول، فإن شاء الله إنه يطلع بضحك عشان أنا أضحك. أو شو رأيكم نعمل تحدي إني راح أضحك ولا لا؟ هسا في حال ضحكت بدكم تحطوا لي عقاب. مش ضحكت، لا، اذا ضحكت اكثر من 3 مرات تمام بتحطوا لي عقاب تحت، او لا خلص بدنا نبلش عقابات تحديات، تكتبوا لي العقاب تحت، واكثر عقاب بيجي عليه لايكات في هذا الفيديو انا بعمله. اكلنا هوا محمد عدنان، قل لي كيف سهل ولا مش سهل الموضوع عشان انا اول مره بخوضه. فالمهم خلينا نشوف المقطع. المقطع من أخونا ليونيل شحطة نقطة ميسي نقطة 10، بقول أكثر موقف المضحكة في كرة القدم جديد مسخرة. هاي المقطع ويلا نقول بسم الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة لقطة رياضية، المواقف المضحكة والساخرة أول كابتن، لكن قبل أن أذكركم اشتركوا في قناة يا جماعة، اشتركوا في قناة، والله أنه إنسان كفو، اسم قناة لقطة رياضية ضيفوها. انا شايف اللقطة هاي من قبل، ليش شو بتهيالي اضحك؟ يعني ما انا ما ضحكت على فكرة، ابتسمت بس، انا ما خلص مش لازم اضحك. دقيقة، لا ما هاي مش ضحكة، لا والله جد لا دقيقة اصبر شوي، خلص بلشوا من هسه، انا يعني عشان ما كنتش مركز كنت قاعد بعمل حالي انه انا ثقيل وهيك، ويعني والله وحش يا روبرت، والله وحش. المشكلة اني شايف اللقطات هاي، بس في لقطات مش شايفها، يعني نمارة بنعرف، يعني ما هاي اللقطة انتشرت، ما احنا عملنا عليها فيديو هاي اللقطة. لا حول ولا قوة الا بالله، وهاي اللقطة حاضرينها، نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ تعرف ليش جديد مسخرة؟ المفروض احنا فتحنا لقطات بتضحك قديمة عشان انا مش حاضر. لا مش شايفها، شو هاي؟ هاي بتضحك يعني؟ كف اي وش، خذوا معك على الدار يا ولد. متت مش قادر. What the fuck؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ يغزيكم اغباكم. متوضي. لا ده انا بحضر ايش؟ بضحك على القبلة، والله انا هاي ما ضحكت عليها. لا بعدين لك شرف يا حيوان تسلم على ابن عطية. اني اراك كنبتة هي تسقيك. انتو شايفين هاي بتضحك؟ صراحة هي بتضحك. كاد بتضحك يا بارد؟ لا يا زلمه وحد الله شو بتضحك، وحد الله يا زلمه هاي اللقطه حزينه جدا، الي خطر افتح بيت اجر عشان هاي اللقطه. فكرت بتضحك، دير بالك على هالك حبيبي. يلا نكمل مقطع اللي مش عارف ايش هو. حاط ايديه في اصابعه، شو ايديه حاط اصابعه في ذنيه عشان ما يسمع شو بيحكي له الحارس. ايش ما لعب وانا بقول كيف باقي يحط قوال براسه، هذا هو باقي بيتعامل بالسحر. الله لا يوض رزلك يا شو كان اسمه؟ مريان، ما شو مريانو دياز، هو الكولومبي اللي راح على ايفرتون يرمينا. سبحان الله مغير ايش هذا؟ ايوه
عليك وعزقمك بكرهك. يا كفو يا مدرج كفو. ايوه تخليهوش. ما بنعرف هاللقطة، راح اضيعها هسه. كفو! ايوه وجلد يا الذيب! هاي اللقطة بضحك. هاي بعرفها. ما ضحكت على فكرة. هاي بحكوا لها الداخلية. انت ضحكت؟ هاي شو بتضحك؟ جورجل ايوه ايوه. امسك لك واحد هسه وبهدله. قول له لازم مشيت هيك في الطابة، لازم هيك عملت وانت فايز طبعا عشان الكاميرا تيجي عليك. ارسنال ما ضحكت. هاي لا تعتبر ضحك يا جماعة. انا لما اضحك يعني لازم اقول ها ها. برضه هاي مش دقيقة يا جماعة دقيقة. شو اللي سواه الغبي ها؟ الطابة تماستك تلعبها ركنية. الله يوفقك. اخ ضايل وحدي فوق الهوا انا هسه. ايوه 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 بس تروح الطابة وقع. هذا حكم. ضربوا كف. ضرب انت ضربت حالك غبي. هذا شرشرته طفت الكهرباء حرام. ايوه ظهورهم بالكشافات. ايوه التلفون ترى بمشي. انا يعني بصور في تلفون والوضع ريلاكس. لا 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 فكرت بده يخش في العارضة. هاي وات هابن. هاي الوحده بزبطش. هاي الوحدة بزبطش. أنا نقصت هسا عمل العقبات ومش عارف إيش. شو مالك يا ابن الصرمة معطاك الطابة؟ حيوان مؤذي. هسا بيجي واحد بشوفه صح؟ وليان. وليان. يا سلام. هو متفق. هو بلعب مع أرسنال؟ طروه برا النادي الله لا يوفقه. شو بيسوي؟ يا الله يا الله. بتعرفوا هاي لو كانوا طايرين وشبكوا بعض كل قط رجليهم تقطعوا كل واحد راح ترجله بجهة. أبو ضيع في الوقت يعني. كفو كفو كفو. لا 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 إيش هذا؟ أيوة أيوة يدي تحت. راحت راحت راح الاستديو راح كل شيء راحت. أيوة هاي بعرفها اللقطة. هاي صراحة الحق على المدافع. لا مش الحق على المدافع، الحق على الحارس. يعني انت حارس انت شو وين رايح؟ رايح تمسك حطير ولا شيء؟ جنبك ما هو راح يعطيك الطابة رايح له باش عليه على جسمه. فاول 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 فاول. والله وحش. راحت المنصة. يوه. ايده علقت في بتاعت الاعلانات سكرت عليها. يا الله هي بتضحك بس بتوجع بنفس الوقت. شلحه. ايوه شلحه شلحه. ايوه والله كفو. دخل تقول ليش دخلها في حاله؟ اثنين دخلوها في حالهم. تخرب بيت القبل. لا انا بس ردت فعل الحارس. ردت فعل الحارس عامل زي ايه؟ انا ما خسرت هيك؟ طب انا قلت اكثر من ثلاث يعني ثلاث عادي بس اكثر من ثلاث اقسم بالله اعيدوا الفيديو انا قلت اكثر من ثلاث. اكثر من ثلاث الوضع. هذا مين ماسك برضو تاع جمع الكرات وبعلمه الطريقه؟ احا ما ظل غير يمسك الحكم ويقول له اسمع انت لازم تمشي في الملعب يمين يسار بعدين تصفر بعدين شنو هذا كلام. ايوه كلب. كفو يا كاسيميرو كفو. لا 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 جني جني شدك جني شدك. هذا
هذا جني اللي شدك مش هو. خلص الفيديو، ما ضحكت، ما يعني ما خسرتش علي الطلاق، ما خسرت. انا قلت اكثر من ثلاث وراجعوني في الحكي، انا مستعد ارجعكم في المراجعه في شو اسمه. وبس لو ان بيكون انتهى مقطعنا هذا اليوم، بتمنى انكم تحطوا لنا لايك وتشاركوا المقطع لاصدقائكم، وضيفونا على الانستغرام يا جماعه، وابعثوا لي التحديات على الانستغرام، او مش تحديات او فيديوهات رده فعل تكون هيك جميله جميله يا جماعه جميله. يعني انا اللي زيي خاتم كره القدم، مش مخلي شغلات غير حضرها، فاعطونا هيك اشي سبيشالينج. تمام يا جماعه، واذا كنت جديد في قناه اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات لحتى يوصلك كل فيديو جديد. رابط حساب الانستغرام تحت في الديسكربشن، ورابط قناه الثانيه تحت في الديسكربشن. كل الحب والاحترام للجميع، وجود باي.